صوت بقى احنا عندنا بادي فاضي وعايزين نبدا في ان احنا نعمل الايونيك ليست. الايونيك ليست بس لك عشان نعمل ليست بعمل ديفايه بسيطه وقوم قايل له كلاس بتاعها عباره عن ايه ليست قوم جاي للديف الداخليه عايز احط الايتمز بتاعتي بعمل ديفايه واسميها بديها ايه ايتم بس بديها الكلاس بتاعها اسمها ايه ايتم وقت مثلا ده ايتم ايه ايتم 1 وهكذا خلاص وكمل الايه الليسته الليسته بتاعتي عايزين بس اتنين تلاته كمان عشان نقدر نقلب بس عشان نقلب نور لسه هنشتغل فيها لسه طويله دي ما تقلقش ادي كده الايه لسه دي لها شغل عايزه شغل بعد الدور ده احنا لسه هنتكلم فيها دي ده انا لسه ما نخش في التفصيل دي ليها قصه طويله يعني انت عشان تقدر تشتغل الايتمز دي والنافيجيشن بتاعتها وتطلعها بقى من لسته من داتا بيز وتعملها مش عارف لسه فيها شغل كتير دلوقتي بس بنتكلم على ايه بيتكلم على حاجه اسمها انسيت ليست. الانست ليست ببساطه جدا هو زي ما تقول كده ايه الليسته تطلع بس تطلع في اطار يعني ما تبقاش زي ما انتم شايفين كده الليسته كده مفتوحه من الطرف للطرف صح؟ فبيطلع لها ايه؟ اطار كده تبقى ظاهره فيه تبقى ظاهره فيه كل اللي بنزوده هي كلمه واحده ما فيش غير غلبانه يعني خلاص بنقول له ليست ايه؟ انست لاحظ ادي ايه؟ بقى فيه ايه؟ اطار ده ساعات في ناس بتفضل دي على اساس ان انت لما تيجي تتحرك في الايتمز تبقى شايف اولك من اخرك لما يكون ايتم وبالذات كمان لما يكون عندك اكتر من لسته في نفس المكان تبقى ساعات بيبقى في حاجات معقده للدرجه دي تبقى عايز توضح ان دي خلصت دي الثانيه يعني عشان لو ساعات يجي يشد فيلاقي ان ده يشد الليسته بتاعته فوق او تحت لا الليسته الثانيه مش شغاله فلازم يفهم ان دي حاجه وده فساعات دي بتبقى بتبقى مفيده في العرض يعني وفي حاجه ثانيه مهمه جدا بالذات لما يكون عندك اكتر من ايتم عندك مشكلة في ان حتى ياخد باله بتبقى يعني اكسبيرينس صعبة بصراحة احنا متعودين دايما على لسه بنعمل ايه بنقسمهم كاتيجوريز بقى بنعمل حاجة اسمها اللي هو الديفايدر الايتم ديفايدر ده حاجة كده بنقسم بيها بنفرق ما بين الايه الايتم والايه الايتم والايتم مثلا عندنا ايه عندنا مثلا دلوقتي ادي ايتم ادي ايتم 1 2 3 عايز احطهم دول تحت جروب واحط الباقي تحت جروب تاني او الى اخره تمام هم عامل ايه؟ هم عامل ديفاية وديها كلاس واقول ان دي ايتم بس اكد ان هي ايتم داش ايه؟ ديفايدر خلاص؟ واقوم كاتب اسم الايه؟ جروب فاقوم كاتب مثلا جروب ايه؟ جروب 1 خلاص واقوم واخد الايه الجروب الثاني واعمل ايتم ديفايدر ثاني وجروب مثلا 2 والى اخره ايه اللي بيظهر بقى في الوقت لما نجي بنعرض هتلاحظ ان ايه ده جروب 1 واضحه جدا صح وما يبقاش كليكابل ولا حاجه وده جروب الايه ده جروب الايه الثاني خلاص مش عارف ليه مش عايز يتحرك معايا بقول لك على كبير ماشي اما جربوا على الجهاز هتلاقيه عادي بيفر مش مشكله خالص ما تقلقش طيب ده كده بالنسبه للايتم ايه للايتم ديفايدر عايزين نأد ايكونز على ال الحته اللي اتكلم فيها بالتفصيل اكتر كمان على الايكونز جوه الليست عايز اضيف ايكون واضيف ساعات ايكون على اليمين ايكون على الشمال ايكون في النص اظبط المكان بتاعي فلو جيت بصيت هتلاقي ان انت عامل كده كده لازم تعمل الديفاي اللي هي مين؟ هي الليست اساسيا اللي هي الليست مثلا سيبك من الانسر ادي الليست خلاص؟
وعامل ديفايه، عايز اعمل ديفايه تانيه واديها ان هي الايكون بتاعتها تيجي في الشمال واكتب كلام. فاقوم جاي هنا مثلا، سيبك من الديفايدر ده، انا عايز ابسط ده العمليه شويه عشان ما تبقاش برضو ايه الاكزامبل 2، لان يبقى بي سيمبل قد الامكان قدر الامكان. ادي عندي هوم ايتمز سلاش بيب، سوري بنهزر بقى ولا ايه؟ ماشي. طيب اجي اقوم عامل ايه؟ هم جاي عامل الديفاي بتاعتي، اديتها كلاس ان هي ايتم، قمت جاي هنا ايتم قايل له ايتم داش ايكون داش ايه؟ ليفت. خلاص ايكون داش ايكون ليفت، فهو كده عارف ايتم ايكون ليفت. وقوم جاي مركب الايكون لوحديها والكلام اللي عليها لوحديه، يعني هو خلاص عرف ان هو الديفاي دي عباره عن ايتم في ليستا، وعرف ان الايكون هتيجي على مين؟ على الشمال. هو لسه ما خدش ولا الايكون ولا الكلام اللي هيجي الايكون على شماله. خلاص فادهم له بقى ازاي؟ قوم جاي مثلا عامل هنا اي دي اللي هي ايتاليك. خلاص قوم جاي في الايتاليك ديت قوم قايل ان دوت كلاس، واقوم مركبه قوم مركب عليه ايه؟ ايكون. يعني اقول له ايون هوم، حلو كده. قمت كاتب هنا كلمه مثلا هوم ليفت سايد ايكون. لو رجعنا كده بصينا هتلاقي ادي اول عنصر اهو، جت الصوره على الشمال وكتب هوم والليفت سايد ايكون، يعني الايكون على الشمال. خلاص طيب لو عايزين نفس الكلام انا هرمي اللي تحت دول واخد الايه الايتم ده اللي احنا عملناه، عامل منه نيو فيرجن وسميته ايه؟ كنت كاتب هنا ايه؟ رايت. واديها اي ايه؟ ايكون مختلفه. هتبقى دي رايت. بترجع بتلاقي دي كانت جالك على مين؟ على اليمين، صح كده؟ واخد كمان واحد وعمل تو ايكونز بقى، يعني هعمل مثلا ايكون رايت وايتم ايكون ايه؟ ليفت. اكتبوا هنا على بعض عشان ما ادانوش غير ايكون واحد، لازم نديله تو ايكون عشان يعرف ان الاولانيه هنا والثانيه ايه؟ والتانية. احنا ادينا له ايه؟ ادينا له الايكون الاولانيه مثلا اللي هي الستار مثلا، صح؟ اقوم واخد كوبي واقوم عامل كمان واحد بيست كده واقوم قايل ايه؟ اديله واحده اي ايكون ثانيه. وطبعا حطهم الاثنين فوق بعض ان هو ماشي. احط هنا هوم قال جاب لي واحده يمين واحده ايه؟ على فكره كان برضو كان وزعها هي كررها اهو، ما علينا. اكرر مع السيل بتاعت ايدي. خلاص مع السيل بتاعت ايدي. ماشي. في اخر حاجه بيقول عليها اللي في حاجه اسمها تكست نوت، هو مش عايز يظهر الكلام اكنه يعني كلام بس عايز يظهر اكنها نوتس بس عشان يبقى تلميح ليه ان هو ياخد باله ان دي حاجه معينه. فممكن اخد ديفايه كده من دول كايتم برضو ديف ايتم عاديه جدا، واخليها مثلا رايت بس او ليفت بس. ماشي. واديها طبعا ايكون واحده ستار ستار. ماشي مفيش مشكله. وعايز احط الكلام بس ما يظهرش الكلام اكنه ايه؟ كأنه كلام تكست، عايز اظهره كهنت يعني كتوضيح. تعمله في حاجه اسمها سبان اللي متعود على الاتش ام ال يعني. خلاص كتبت فيها نوتس بس لازم اجي اوضحها ان هي تطلع نوت. طبعا حتى الان هتظهر معاك كلمه عاديه، لازم نديها للسال بتاعها
اديها كلاس اللي دي عباره عن تكست داش ايه نود. يبص عليها ما حصلش اي حاجه. المفروض ان هي تاخد لون يعني اللي هو جراي شويه، ما تبقاش باللون الواضح ده، كنت تبقى ظاهره معانا تحس ان هي لونها جراي شويه، تبقى كنوتس يعني ده يعني عدم وضوح شويه، لكن هي نظر ما اثرتش قوي عليها يعني، حسناش بدوت. بس مفترض ان النوتس تظهر حتى ظهر عندكم في العرض اللي كان هنا يعني. ولكم الحاجه برضو عايز اقولها، احنا الوقت ماشي معانا كويس ان احنا بنعرض على البراوزر صح؟ يعني بيتعرض البراوزر بيعرض كويس. في بعض الاحيان هقول لك البراوزر مش هيعرض، لازم نشغل يا اما الايميليتور يا اما تشغل متوصل بالموبايل يعني، عشان تقدر تشوف الحاجه الفعليه هتحصل ازاي. وبرضه تاخد بالك من حاجه، مش كل حاجه عشان اقول لكم انتوا برضه واخدين بالكم، مش كل حاجه هتظهر على الايميليتور على البراوزر او حتى على الايميليتور صح معناها هتظهر على الموبايل صح. لازم دايما تشيك وتشغل على الديفايس. تشغل على مين؟ على الديفايس. هو اسهل حل في الموضوع ده حاجه اسمها ايونيك فيو. والايونيك فيو ميزته ان هو بتجرب على طول بسرعه يعني، بس مسافه ما تابلود البروجكت واوتوماتيك بيبدا يظهر لك على الموبايل تقدر تجربه خلاص. فده بيبقى دايما اسهل يعني، وبالذات كمان اللي عايز تست على حاجه ايفون ولا حاجه هنتكلم عليها يعني، ليه وقت وهنتكلم عليه بالتفصيل يعني فيما بعد، اجربه ان شاء الله. طيب هيجي هنا يكلمك على الاي، لسه برضو ما زلت في الليسته، وبيقول ازاي نضيف الافاتار او الايه الثامبنيلز اللي هي الصور المصغره او الحاجات اللي هي صور تبقى صغيره. بتستخدم دايما لما كلمه ثامبنيل دي ان احنا بنستخدمها في الويب دايما لما يكون عندنا صور كبيره وبنضغطها عشان تبقى حجمها ايه، عشان يبقى حجمها صغير في العرض. هو هيعرض ان هو بالطريقه ديت الافاتار مختلفه عن الثامبنيل ازاي، ان ده بس يبقى حجمها تلاقي الافاتار بيبقى شكلها بتاخد دايره وتبقى صغيره، وده دايما الشكل المعتاد خلاص. طيب تعال نجرب لما نقعد نقول نوصف شكلها ونقعد نحلم. احنا مش عارف احنا حاطين قد ايه، احنا عايزين بس الديفايه بتاعت الليسته بس مش الكل ده، بس ما يبقاش الدنيا كده. ايوه الله يهديك. عملنا ديفايه واديتها الكلاس بتاعها خلاص، ان ديت عباره عن ايتم عادي، بس جيت قلت ايتم ايه؟ داش افاتار. تمام كده؟ عشان يشتغل لازم تسلمه الحاجتين، الصوره اللي هتتعرض والايه؟ العنوان والكلمه اللي هتظهر، الاثنين مع بعض. طيب فقوم جاي هنا قايل له ايمج عاديه بس ار سي بتاعها. طبعا المفترض ان احنا نحط الصوره بتاعتنا جوه مين؟ واي ام جي، احنا محتاجين صوره، نروح نجيب صوره وندخلها جوه الاي ام جي. ماشي اخد دي. ايه ده فين؟ عملي فورك انا على الديسك توب، انا على الاي طبعا. دايما تلاحظ لما تحوش تحط صور حجمها يكون ايه؟ يكون كبير عشان حجم الحاجه على الموبايل ما تبقاش كبير. قلت ايمج 1 بي ان جي، قلت له هو ايمج، قال لي انا واحد، قلت له الله عليك، بس هو ده اللي احنا عايزينه خلاص. و هكتب على اتش 3، كنت كاتب مثلا اي حاجه، ده شكل الافاتار. ماشي دي الديفايه الاولى، اختها بالظبط لو انا عايز اعمل ايتمز ثانيه بس يكون ايه سامبل. ان انا هاجي ان هو بدل كلمه افاتار هكتب ايه سامبل. ممكن احدد بقى ان انا اقول رايت ليفت، الكلام ده كله سهل يعني، ممكن اقول ليفت واقوم جاي هنا حاطط نفس الصوره مش مشكله.
جينا نسمع المكالمة بتاعت اللي. دول اللي هم جوه طبعا. انا هنا الصوره خدعتنا، هقول لك الخدعه، الخدعه اللي خدعتنا عشان الصوره مدوره خدعتنا خدعه مش كويسه. وبتاعت الايه بتاعت اوريك نفس الموضوع يعني. احنا محتاجين صوره تكون مربعه عشان تبان يعني. هات صوره البرنسبلز، صوره المبادئ. محدش عنده مبادئ يعني. بس دي جي بي جي مش مشكلة. انا غيرت هنا بانت هذه الايه؟ ده العرض اللي بان. خلاص انا بحط الصورة بشكل مربع بالبير، يا اما بيحطها ايه هو اوتوماتيك بيعملها مدورة، وبيحافظ على سبيس كده فوق وتحت وعلى اليمين وعلى الشمال، بحيث تكتب ايه؟ تكتب حواليها. خلاص دي الايه؟ ان احنا بنضيف في الليست ايتم الحاجه دي كده. احنا خلصنا الايه؟ خلصنا الايه؟ الليست.